هو أفضل من بيضة؟ بيضة الشوكولاتة بالطبع، كاملة مع بياض ومح مصنوعين من زينة عجينة السكر القشدية. أنتجت أول كمية من بيض الاحتفال من الشوكولاتة في أوروبا عام 1873، لكن استغرق الأمر حتى 1971 للتفكير في ملئها بكل هذه العجينة السكرية الجميلة. صنعوا بيض القشدة هنا في كارما كاندي في هاملتون أونتاريو لأكثر من 30 عاماً، وهي المدة نفسها التي قضاها مدير المبيعات غريغ ميرلهان في إلقاء دعابات البيض هذه. عندما تجهز الشوكولاتة وعجينة السكر يحين وقت الدعابات. ربما تتمسك بوظيفتك اليومية غريغ. تبدأ عملية صنع البيض عندما تصل الشوكولاتة الحليب إلى صهاريج ناقلة. يحتفظ بالشوكولاتة الساخنة بحيث تكون سائلة، ويضخ 20,000 كيلوغرام في خزانات حفظ عملاقة داخل المصنع. تنقل الشوكولاتة من هناك إلى وعاء يزود آلة تشكيل البيض. يصنع نصف البيض في كل مرة في صوان بقوالب زرقاء. تحتوي كل صينية بوليكربونات على 48 نصفاً، ويملأ المودع كل قالب بكمية محددة من الشوكولاتة، وتقلب القوالب لإزالة الشوكولاتة الزائدة لتأمين مكان للحشوة، تاركاً وراءها صدفة شوكولاتة سميكة. بمجرد أن تخرج الشوكولاتة من القالب تدخل في وعاء ونستعيدها، لأننا لا نريد أن تضيع أي من الشوكولاتة الرائعة. إذا كنت هناك فلن تذهب هدراً، صدقوني. تكدس الأصداف لتبرد لـ30 دقيقة عند 10 درجات مئوية، لذلك فهي صلبة كفاية لملء عجينة السكر. تصل عجينة السكر التي تتكون من مخفوق شراب الذرة، السكر والماء في هذه الأثناء إلى المصنع. صنعت مسبقاً في براميل ضخمة تبلغ 200 كيلوغرام. يغنيها هنري بنكهة الفانيليا وبياض البيض المخفوق الحقيقي، ثم تضخ إلى المودع. يشبه المح البياض تماماً، لكن مع إضافة ملون الطعام البرتقالي. يعبأ في مودع آخر لمنع المح وبياض البيض من الاختلاط معاً. حان الوقت الآن لتجتمع كل الأجزاء معاً. تحصل الأصداف أولاً على جزء صغير من المح، ثم تملأ بعجينة السكر البيضاء القشدية. تستطيع هذه الآلة ملء 12,000 بيضة في الساعة، وبمجرد ملئها تبرد مرة أخرى إلى 7 درجات مئوية. عندما يضعون طبقة رقيقة قليلاً من الشوكولاتة، تغطى الأصداف المحشوة ويقشط الفائض. لم تتبقى سوى كمية كافية من الشوكولاتة لإغلاق البيض عندما يجري تجميع القوالب معاً كإغلاق كتاب. بمجرد حجز القالبين ووضعهما على جانبهما، يعودان إلى المبرد. بعد أن تصبح صلبة، تمنحها المطرقة ضربة قوية لفك البيض من القالب. حان الوقت لخروج هذا البيض من أصدافه. هل هم خجلون؟ مع قلب سريع وضربة مطرقة أخرى، يتحرر بيض قشدة الشوكولاتة بالكامل من القوالب الزرقاء الآن. يبقى البيض على نحو غير محكم في الصناديق الصفراء لتسهيل التعامل معه. تغليف البيض هو عمل لن تتعب منه أبداً. عملت بهذه الآلة لـ20 عاماً. نصنع الكثير من البيض القشدي، هذا هو المفضل لدي. حان الوقت الآن لمارا لتلوح للبيض وداعاً. ترفع إلى خط التغليف 8 بيضات في المرة الواحدة. الغلاف الآلي هو إحدى أحدث آلات كارما كاندي. يغلف هذا البيض بورق قصدير بمعدل 250 في الدقيقة. هذا أسرع مما نستطيع رؤيته، لذلك دعونا نبطئها. تنتج وتغلف 270 ألفاً من هذه البيضات الرائعة يومياً، لكن ما هو الجزء الأفضل؟ أحب الشوكولاتة، أحب القشدة، أحب المح. هذا التفاف على الغلاف. تحتوي كل بيضة على 39 جراماً من الحلاوة النقية، وتملأ 4 دزينات في صندوق. تعبأ 6 صناديق تقديم في عبوة، وباتت جاهزة ليستمتع بها الأطفال من جميع الأعمار، بما في ذلك صديقنا غريغ. كيفما كنت تحب أن تأكلها، فإن من الجيد جداً الانتظار حتى يوم الاحتفال لتناولها.